اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تؤكد بها حبي وتحقق بها قربي وتزكي بها لبي وتفرج بها كربي ودخول النبي للمدينه هو دخول الاسلام في مرحله تاسيس الدوله وبدايه الصراع الحقيقي بين الكفر والايمان جاء عبد الله بن سلام حبر اليهود لي اسئله لن يجيب عنها الا نبي مرسل واخذ عبد الله بن سلام يسال والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب محمد يريدنا وماذا يريد منا محمد فلنذهب اليه ولنرى ماذا يريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رجل فيكم عبد الله بن سلام اعلمنا وابن اعلمنا واخيرنا وابن اخيرنا قال صلى الله عليه وسلم افرايتم ان اسلم عبد الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هو شرنا وابن شرنا يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بالحق كذبت وهكذا تامرت اليهود على الفتك بالدعوه والقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح النبي محاربا من جهتين كفار قريش واليهود والمشركين في المدينه في الوقت الذي تفرغ فيه النبي لبناء مجتمع جديد هاجرنا لنبتعد عن المشركين فظهر لنا مشركون اشد غلظه هكذا الصراع الابدي يا بلال بين الحق والباطل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتم بتكوين مجتمع جديد بعد ان اخى بين المهاجرين والانصار ما اجمل الانصار ما اطيبهم رحم الله الأنصار، رحم الله الأنصار. وقد آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين أبي بكر وخارجة بن زهير، وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك، وبين أبي عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ. وكذلك اخى صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن العوام وسلمه بن سلامه وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع واخى بين عثمان بن عفان واوس بن ثابت واخى ايضا بين طلحه بن عبيد الله وكعب بن مالك وكان هذا العمل من اروع ما حدث في تاريخ المسلمين وقد قال صلى الله عليه وسلم تاخوا في الله اخوين اخوين ثم اخذ بيد علي بن ابي طالب وقال هذا اخي وارسى النبي صلى الله عليه وسلم قواعد واسس الروابط للمؤمنين فقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وقال صلوات الله وسلامه عليه لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه اي اذاه وشروره وقال صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد ان اشتكت عينه اشتكى كله وان اشتكى راسه اشتكى كله ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وهكذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يبني مجتمع المدينه مجتمعا شريفا ورائعا ومثاليا. لم ولن يعرف التاريخ مجتمعا بكل هذه القيم والاخلاق. محمد يريد ان يتعاهد معنا عهدا يحفظ الحقوق اي حقوق تقصد فليس لهم في يثرب حقوق لقد اتم المسلمون معاهدات بينهم وجاء دورنا اظهروا لهم الموده والمحبه حتى ندبر لهم المكائد والمؤامرات <applause> اصبات يا اسود اكفرت بالالهه يا اعرج أحد, احد احد لن اجعلك تموت فتستريح اتبعت محمدا اه اه لا اله الا الله محمد رسول الله أوه. أوه. من أنت يا أيوه شيخ؟ أنا أسعد الضرير أنار الله قلبي بنور الإسلام الإسلام؟ وما الإسلام؟ دين يساوي بين الناس يعدل ولا يظلم ومن قتل واستباح الارواح لئن تاب ورجع تاب الله عليه ومن محمد عبد الله ورسوله هو رحمه للعالمين وماذا لو اسلمت ليس لك جزاء الا الجنه تعال تعال معي يا اسعد بدا المسلمون يحضرون للصلوات الخمس في جماعه ويتحينون اوقاتها فيتعجل بعضهم ويتاخر البعض فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في علامه يعرفون بها حضور الصلاه فاشار بعضهم برفع النار وبعضهم بضرب الناقوس وبينما هم كذلك اذ خرج عليهم عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري رضي الله عنه فقال يا رسول الله لقد رايت في المنام رجلا عليه ثوبان اخضران يحمل ناقوسا في يده فقلت له هل تبيعه لي قال وماذا تصنع به قلت ندعو الى الصلاه فقال افلا ادلك على خير من ذلك قلت وما هو قال تقول: (الله أكبر الله أكبر)، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها لرؤيا حق وامره ان يلقي على بلال الاذان حتى ينادي بها لانه اندى صوتا منه فاذن بلال وسمع صوته عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء يجر رداءه وقال والله لقد رايت مثله فقال صلى الله عليه وسلم فلله الحمد على ذلك يا قوم يا قوم لقد اسلمت هل جننت يا خزام وهذا اسعد قد اسلمت على يديه جئت به ليعلمكم امر دينكم لقد اسلم خزام واسعد كيف اسلم اسعد غير معقول لقد نجا محمد منا وأفلت من قبضتنا. لقد فشى أمره بين القبائل وكاد أن ينتصر علينا. لابد أن نهددهم في يثرب. لابد أن يعلموا أنهم ما زالوا بقبضتنا. وإذا لابد أن يكون لنا رجل في يثرب. عبد الله بن ابي بن سلول فلنرسل له كتابا ليعمل معنا ضد محمد The infidels of Quraysh took the help of the hypocrite Abdullah ibn Salul trying to end the prophecy. Les infidèles de Quraysh se servir de l'hypocrite Abdullah ibn Salul pour exterminer la prophétie. salli Muhammadin عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا الى يوم القيامه في كل يوم الف مره لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم الامان مع المشركين رغم المعاهدات فلقد نافقوا وغدروا ولو انك قرات المعاهدات اكمل لنا يا شيخنا الجليل من اهم بنودها ان لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل الصحيفه وأن بينهم النصيحة والبر دون الإثم، والنصر للمظلوم، وأن يثرب أي المدينة حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وكانت هذه المعاهدة هي الميثاق والدستور الذي انطلقت منه الدعوة إلى العالم كله. اصدقاؤنا في مكه سيحاربون معنا محمدا ورفاقه علينا ان نجتمع لحربه حالا اجمعوا الناس جميعا بسلاحهم وعتادهم هيا ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم باكثر مما تريدون ان تكيدوا به انفسكم تريدون ان تقاتلوا ابناءكم واخوانكم فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا ماذا أفعل معك يا محمد؟ يبدو أن عداءنا سيطول سيطول يا محمد يبدو أنك عنيد عنيد يا محمد لم يستطع ابن سلول مواجهة محمد امتنع عنه فلقد فرقهم محمد بحديثه وعادوا بخيبتهم خاسرين ولكن دور ابن سلول لم ينتهي بعد إنها البداية البداية أبا اللهم اني اسالك النجاه من الطاغين في مكه يا سعد بن معاذ لم تعتمر وبيننا وبينهم عداء وحروب اشتاقت نفسي لبيت الله الحرام صدقت قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا اهلا بك يا سعد اهلا بك يا اميه بن خلف اريد ان اعتمر ستعتمر يا سعد وانت في حمايتي يا اميه من هذا الذي معك هذا سعد اراك تطوف بمكه امنا وقد اويتم محمدا ببلدكم وزعمتم انكم تنصرونه يا ابا الحكم انه في حمايتي انتظر يا اميه اما والله لو منعتني الحج لمنعتك من المرور على المدينه اتهدد قوافلنا وتجارتنا ها. لنا جوله نقابلكم فنستاصلك انت ومحمدا ومن معكم ااسلمت يا خسام اتبعت محمدا؟ ومن هذا الأعمى الذي تصلي خلفه؟ أسلمت يا أسعد. ومن الذي دعاك للإسلام؟ لا تقل لي هذا الضرير الذي سمى نفسه باسمي ليشيع فتنة بين الناس. بل هو اسمي قبل أن أراك. أتجادلني يا أتعس يا أعمى؟ فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور اراك وقد تجرات على اسيادك وكنت سببا في اسلام اهل هذه القريه بل الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وكان الصحابه من المهاجرين والانصار يتبادلون الحراسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا عليه من كيد اليهود والمشركين ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما سمع خشخشه فقام وسال من هذا قال سعد سعد بن ابي وقاص فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء بك قال سعد وقع في نفسي خوف على رسول الله فجئت احرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام وكان الصحابه لا يدعون سلاحهم كانوا ينامون ويقومون به ويحرسون حدود المدينه قال سعد يا عبد الله بن رواحه يا شاعرنا اتعجب منك ان تحمل السلاح في سبيل الله قلمي وسلاحي يا سعد علينا ان نحمي حدود المدينه فلقد زاد اعداؤنا قريش واليهود والمشركون لقد ارسل النبي سريه سيف البحر وقائدها حمزه بن عبد المطلب قال حمزه سنعترض عيرا لقريش اتيه من الشام كما يعترضون طريقنا للعمره <applause> يا قوم علمنا ان محمدا قد بعث لنا حمزة بن عبد المطلب ليعترضنا، فهل أنتم جاهزون للحرب؟ نحن جاهزون! نحن جاهزون! نعم جاهزون. إنها الحرب! نحن, نعم نحن, نحن جاهزون! نعم نحن جاهزون! جاهزون! علينا يا حمزة! قال حمزة استغفروا الله يا جند الله وسبحوه وقاتلوا في سبيله يا أبا الحكم يا حمزة كفوا أيديكم عن القتال وارجعوا فأنا مجدي بن عمرو الجهني لا أريد أن أرى دماكم تهدر أمامي فلا يظلم بعضكم بعضا وإني قريب لكما وأحبكم إليكم ومن القصص النبوي الشريف ان رجلا اشترى ارضا من اخر يا مسعود اريد ان اشتري منك هذه الارض شاهد يا اخي يحيى شاهد اولا ثم نتفق ما هذه انه ذهب ولكنه ليس من حقي هذا الذهب حق لك يا مسعود ماذا وكيف وجدته وجدته في ارضك بل هي ارضك والذهب من حقك بل هو من حقك اذا فلنحتكم الى الشيخ جلال احمد فيكما حب الايثار وهذا هو المؤمن الحق الك ولد يا مسعود نعم لماذا يا شيخ جلال الك ابنه يا يحيى نعم انكح الغلام للفتاه وانفقوا من المال عليهما وتصدقا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق. ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وتعددت الغزوات والسرايا بين المسلمين والمشركين. ومنها سرية رابغ. في شوال في السنه الاولى من الهجره حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبيده بن الحارث في ستين راكبا من المهاجرين هيا يا جند الله هيا يا جند الله هذا يومكم هيا يا جند الله يا جند قريش واللات والعزة علمنا أن محمدا قد بعث بعبيدة بن الحارث ليقاتلنا يا عتبة بن غزوان يشهد الله على إسلامنا وأننا خرجنا مع أبي سفيان لنصل إلى رسول الله احذر يا مغداد أن ترمي بسهم على المسلمين إذا ماذا سنفعل؟ ما أن نرى المسلمين قادمين حتى ننضم إليهم سريعا هيا The preparation for the greatest battle of Badr began. C'était la plus grande bataille jamais mentionnée dans Les préparatifs de la grande bataille de Badr commencèrent. Elle était citée dans le Coran comme la plus grande bataille jamais existée. الى هذا الحد بلغ محمد سحر القلوب واخذ العقول وسيطر على النفوس لا ادري الى متى هذه المهزله تستمر يا هند لا بد من معركه فاصله بيننا وبينه يا ابا سفيان سنفعلها عما قريب وسنسحقهم تحت ارجلنا آه عياش هل نسينا رسول الله بعدما هاجر؟ ماذا تقول يا هشام؟ رسول الله لا ينسى أصحابه كم اشتاقت نفسي لرؤية حبيبي محمد وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لي بعياش وهشام قام هذا الصحابي الجليل بالمهمة. من أنت؟ ها؟ الوليد بن الوليد؟ نعم، فلقد أمر رسول الله بفك أسركما. رسول الله لا ينسى اصحابه يا حبيبي يا رسول الله هيا بسرعه <applause> وانطلق الثلاثه متجهين الى المدينه وهكذا رسول الله لا ينسى اصحابه ابدا انظر يا طلحه انه ابو سفيان يمر بالعير يجب ان نخبر النبي قال طلحه لقد اخذوا اموالنا في مكه ويجب ان نستعيدها لا بد ان نخبر النبي لان عير قريش رجعت من الشام نحن ابناء الله واحباؤه وما جاء به محمد كذب وضلال نعم يا اخي وان كانوا على حق فلما يصلون على قبلتنا معك حق فنحن شعب الله المختار وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء وذلك في منتصف شعبان وبعد مرور سته عشر شهرا من استقبال بيت المقدس في الصلاه نزل جبريل بالوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليزف البشرى بالتوجه الى جهه الكعبه قال تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وكان ذلك التحول إيذانا بنهاية الشرك وسقوط رايته وأصبحت الكعبة قبلة للمسلمين الى ان يرث الله الارض ومن عليها يا معشر قريش. يا معشر قريش. يا معشر قريش. يا معشر قريش. أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد الغوث الغوث أنقذوا أموالكم من محمد يا معشر قريش. يا معشر قريش. ثار الجميع وأسرعوا للإعداد لحرب المسلمين حتى بلغ عدد الجيش المكي ألفا وثلاثمائة ومعهم مائة فارس بقيادة أبي جهل هل ستخرج يا ابا لهب لمحاربه محمد لن اخرج فلقد استاجرت رجلا يحارب عني ماذا وماذا لو انتصر محمد علينا سيسحقه جيشنا اتى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بخروج قريش لمنع عيرهم فاستشار الناس وهذا مثلنا الاعلى فقد ارسى صلى الله عليه وسلم المعنى الحقيقي للقائد فقام ابو بكر وقال واحسن وقام عمر وقال واحسن ثم قام المقداد بن عمرو وقال: امضي يا رسول الله لما أراك الله فنحن معك. والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ثم قال صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس والله ولك أنك تريدنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أجل يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم بدر استنفر ابو جهل الناس وقال ادركوا عيركم فكره اميه ان يخرج فاتاه ابو جهل يا ابا صفوان انك سيد اهل الوادي فلئن تخلفت راك الناس وتخلفوا معك اما انك قد غلبتني يا ابا الحكم فوالله لأشترين أجود بعير بمكة يا أم صفوان جهزيني يا أبا صفوان أو قد نسيت ما قاله لك سعد بن معاذ من أن محمدا قاتلك لا لم أنسى والله ما كنت أنوي الخروج ولكنني سأخرج وسوف أتوخى الحذر ومن القصص النبوي الشريف هذه القصه <تصفح> <أه> كاد العطش ان يقتلني ان هذا الكلب يعاني من العطش انه يكاد يموت ترى ماذا استطيع ان افعل لاسقي هذا الكلب فشكر الله له فغفر له اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما اظلم عليه الليل واضاء عليه النهار وصل عليه بالغدو والآصال، وصل عليه عدد الرمال، وصل عليه عدد النساء والرجال. تعد غزوة بدر الكبرى أول معركة في الإسلام قامت بين الحق والباطل، لذلك سميت يوم الفرقان. حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابع حركه القوافل التجاريه لقريش وقد علم بان هناك قافله لقريش اتيه من الشام محمله بثروات هائله فحث اصحابه للخروج لاخذها فتكون ضربه قاسمه لقريش فجمع ثلاثمائه وثلاثة عشر رجلا، ومعهم فارسان وسبعون بعيرا. هل رأيت أثرا لجيش يأتي من يثلب؟ لقد رأيت رجالا يمرون من هذه المنطقة مدججين بالسلاح. نوم أتباع محمد. استخدم ابو سفيان ذكاءه وحضره لما عرف بوجود جيش للمسلمين ببدر وحول خط سير القافله فوصل مكه فاراد الاخنس الرجوع لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم بها وننحر ونطعم الطعام ونسقي الخمور. ولكني سأرجع يا أبا الحكم. يا أخنس، أترجع وتتركنا نحارب محمدا وحدنا؟ إنهم متربصون بنا، ولقد نجا أبو سفيان بالقافلة بمعجزة. لن نرجع. حتى لا يكسرنا محمد وتضيع هيبتنا بين العرب ارسل الله مطرا من عنده فنزل بردا وسلاما وتثبيتا على المسلمين ووابلا ورجزا على الكافرين ما هذا المطر العنيف الذي يمنعنا من التقدم صوب محمد واستعد الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج ومعه ثلاثمائه وتسعة عشر رجلا واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة واستولى المسلمون على الماء ليمنعوا قريشا منه فهي الحرب والمكيدة وصنعوا الحياض فملأ المسلمون الماء استعدادا للمعركة وبنى المسلمون عريشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مقرا للقياده يدير منه المعركه وحوله مجموعه من شباب الانصار يحمونه ثم بات النبي من ليله يصلي الى جذع شجره بعد ان عبا جيشه ومشى في موضع المعركه وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله وهذا مصرع فلان ليطمئن المسلمون ببشائر النصر وكانت هذه ليله الجمعه السابعه عشر من رمضان في السنه الثانيه من الهجره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشجيع اصحابه قوموا الى جنه عرضها السماوات والأرض فقال عمير الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال عمير بخن بخن وبدأ الرسول التخطيط للمعركة فصف الصفوف وكان أصحاب الرماح في الصفوف الأولى لصد الفرسان، وخلفهم النبال لرمي الأعداء إذا اقتربوا منهم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم جنود جيش المسلمين يقفون والشمس خلفهم، فاستقبل أعداؤه الشمس، وأخذ يعدل الصفوف ويقوم بتسويتها لتكون مستقيمة. سيكون علي بن ابي طالب قائدا لكتيبة المهاجرين. اما الانصار فقائدهم سعد بن معاذ والزبير بن العوام قائد الميمنه والمقداد بن عمرو قائد الميسره. والنبي صلى الله عليه وسلم بيده سهم يعدل به الصف. فراى سواد وقد خرج من الصف. فوكزه في بطنه وقال له استو يا سواد فقال سواد اوجعتني يا رسول الله وقد بعثك الله بالحق والعدل فكشف النبي بطنه وقال استقضي يا سواد اي خذ حقك مني فاعتنقه سواد فقبل بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال له يا رسول الله: حضر ما ترى، فاردت ان يكون اخر عهدي بك ان يمس جلدي جلدك. تقدم عوف بن الحارث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غمسه يده في العدو حاسرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: عرفت رجالا من بني هاشم وغيرهم أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا. فمن لقي احدا من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي ابا البختري بن هشام بن الحارث بن اسد فلا يقتله لانه اكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه وكان ابو البختري لا يؤذي النبي وشارك في نقد صحيفه مقاطعه بني هاشم وبني عبد المطلب ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فانه خرج مستكرها عليك افضل الصلاه والسلام يا رسول الله وجاءت موقعه بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه هذه مكه قد القت اليكم افلاذ اكبادها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه ليخرج عتيبه بن ربيعه وشيبه والوليد بن عتيبه اخرجوا جميعا اليهم فخرج لهم عبيده بن الحارث وحمزه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم من جيش المسلمين فتقاتلوا وبارز حمزه شيبه وبارز علي الوليد وبارز عبيده عتبه فقتل حمزة شيبة وقتل علي الوليد أما عبيدة فقطعت قدمه وكان رجلا كبيرا فجرى حمزة وعلي وقتل عتبة وحمل عبيدة. يا للآلهة قتل ثلاثة فخذوا بساركم فانطلق المشركون بجنون نحو جيش المسلمين ودارت المعركه وقاتل في هذا اليوم علي بن ابي طالب وحمزه بن عبد المطلب قتالا ضاريا وكان حمزه يعرف في الحرب بريشه نعام على صدره وقاتل يوم بدر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين وقد حمي الوطيس يوم بدر هيا يا جند الله هيا يا جند الله هذا يومكم هيا يا جند الله آه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله Thus, <applause> The messenger of God, peace be upon him, was triumphed by trust and faith in God, whom he supported with his angels from heaven. Ainsi, le messager de Dieu a triomphé grâce à sa foi. Et Dieu l'a soutenu avec les anges du paradis. استمرت المعركه الهائله والملائكه تقاتل والمسلمون يضربون اروع الامثال في الجهاد في سبيل الله وفي الدفاع عن دينهم ورسولهم حتى انتهت المعركه بفوز ساحق للمسلمين ومصرع قاده الكفر من قريش اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد ظل يناشد ربه قائلا: اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم، يقصد المسلمين، لن تعبد، اللهم ان شئت، لن تعبد بعد اليوم ابدا. فرد عليه الصديق وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: ابشر يا ابا بكر اتاك نصر الله هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع والنقع هو الغبار ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب العريش ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر ثم أخذ حفنة صلى الله عليه وسلم من الحصباء فاستقبل بها قريشا وقال شاهت الوجوه شاهت الوجوه ورمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومن خريه وفمه من تلك القبضة وأنزل الله قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صدق الله العظيم اصمتوا. فالنصر لنا. النصر لنا. لا تفروا. لا تفروا من أمام جيوش محمد اصمتوا وقف غلامان صغيران بجوار عبد الرحمن بن عوف فسأله أحدهما يا عم؟ يا عم ارني ابا جهل فقال عبد الرحمن بن عوف فما تصنع به انه يسب رسول الله فاشار لهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الى ابي جهل الله أكبر. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قل يا ابن مسعود، لمن الدائرة اليوم؟ لله ورسوله. لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. وبينما كان عبد الرحمن بن عوف يحمل الغنائم، إذ قال له أمية: أنا خير لك من هذه الأدرع التي معك؟ فقال له: نعم، فطرح عبد الرحمن الأدرع. وقد قال أمية بن خلف، وهو أسير لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يا عبد الاله من الرجل منكم المعلم بريشه نعام في صدره فقال ذاك حمزه بن عبد المطلب فقال ذاك الذي فعل بنا الافاعيل فوجده بلال راس الكفر اميه بن خلف لا نجوت ان نجا وكان اميه هو من يعذب بلالا في مكة. قال عبد الرحمن بن عوف: اي بلال؟ هذا اسيري. لا نجوت ان نجا، يا انصار الله يا انصار الله، راس الكفر امية بن خلف، راس الكفر امية بن خلف. قال عبد الرحمن بن عوف: انجو بنفسك ولا نجاء بك، فوالله ما اغني عنك شيئا. قال عبد الرحمن بن عوف يرحم الله بلالا ذهبت ادرعي وفجعني اسيري اللهم صل على نور الانوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله آمين لم تشبع نفسي من سيرتك يا خير خلق الله ما زال أمامنا جزء آخر يا أخي نرويه عن سيد الخلق حبيبي يا رسول الله أتعلم أن غزوة بدر كانت درساً في كل شيء؟ لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اختلف الصحابة رضي الله عنهم في موقف الأسرى فقال أبو بكر نأخذ الفدية فانهم ابناء العم وقال عمر بن الخطاب نضرب اعناقهم ليعلم الله اننا هذه هي النهاية يا أبا لهب هل ما فينا محمد هو الحقيقة المرة التي تنتظرنا وهذا العذاب الأليم الذي يحيط بنا الآن لقد ضاقت علينا الأرض بما رحبت مات الولد ومرض الزوج وما عاد علينا من عدائك يا محمد غير المذلة والهوان ماذا تريد منا يا محمد ماذا تريد منا والله هل حقا سيلتف حول جيدي حبل من مسد حقا يا محمد The Prophet, peace be upon him, le prophète que la paix soit sur lui a dirigé la prière de la fête et avec ses compagnons ils se réjouirent de la victoire de dieu بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسقينا من حوضه يوم القيامه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نراها جليه في سيرته العطره حفظ الجميل حتى وان كان صاحب الجميل منافقا مثل عبد الله بن ابي بن سلول الذي مرض مرض الموت فذهب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده ويسال عنه دخل رسول الله بيت عبد الله بن سلول يسال عنه في مرضه فيفرح ولده عبد الله بن عبد الله بن سلول وقد كان من خيار الصحابه حبيبي يا رسول الله جئت بنفسك تعود من عاداك والله ما يفعلها غيرك يا نبي الله راى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت في عينيه فقال له الم انهك عن حب اليهود يا عبد الله بن سلول يا رسول الله ليس هذا وقت عتاب انه وقت الموت فان مت فاحضر غسلي واعطني قميصك الذي بين جلدك فكفني فيه وصل عليه واستغفر لي يا رسول الله قد اوصاك والدي بقميصك كي يكفن فيه يعطيه رسول الله قميصه يا رسول الله اسالك ان تحضر غسله وتصلي عليه وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله انه منافق اتصلي عليه وقد نهاك الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد خيرني يا عمر واخترت الصلاه عليه والاستغفار له ولو اعلم اني لو زدت عن السبعين غفر له لزدت وقد نزلت الايه التي تخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم صدق الله العظيم وهي الايه التي كان يتحدث عنها عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله يفعل ذلك اكراما لولده الذي عرض على رسول الله ان يقتله لكفره ونفاقه وكذلك لانه لم ينس ان عبد الله بن سلول كسى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب حينما كان اسيرا في معركه بدر ولم يكن العباس قد دخل الاسلام العباس بن عبد المطلب عم رسول الله قال العباس نعم انا يا عبد الله بن مسعود والله لولا انك عم رسول الله لقتلتك يقول العباس والله لولا اني عم محمد لقاتلتكم لكني خرجت مرغما لقتال ابن اخي هيا اذن انت اسيري قال العباس والله ما هذه بقبضتك يا ابن مسعود والا ما تغلبت عليه والله شعرت بان هناك ملكا اعانني عليك يا ابن عبد المطلب الا تنام يا رسول الله يخبرهم رسول الله بانه لا يستطيع النوم لما يا رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم كيف انام وانين العباس في اذني خشينا ان تهرب وانت من الاقوياء فشددنا عليك الوثاق قال العباس وهل يهرب الشريف يا اخي والله لا يهرب الا كل جبان لكن كيف علمت بحالي علم بحالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوت انينك جفى النوم من عينيه اعطى عبد الله بن سلول قميصه للعباس تقربا وتوددا لرسول الله في الظاهر وفي مخبره كان متعاطفا مع العباس كونه مشركا عم رسول الله يقف في ملابس ممزقه والله انه لعار علينا حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل عبد الله بن سلول بأنه كسى العباس وقد كان العباس قريبا من قلب الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام فأعطاه قميصه الشريف ليكفن فيه ولم يكتف بذلك بل حضر غسله وصلى عليه واستغفر له حتى نزلت الآية الكريمة التي حرمت الصلاة على المنافقين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون صدق الله العظيم وقد حرم الله الصلاه على المنافقين تحريما قطعيا ولكن فيما بكائك يا هند والله يا ابا سفيان كلما رايت رحمه رسول الله كلما رايت تسامحه تذكرت ما اصابه من الم بسببي لا يا هند رسول الله بشر لكنه يحمل في قلبه من الخير ما يكفي الكون ويفيض والله يا ابا سفيان لن يهدا بالي حتى اقاتل بنفسي في سبيل الله واشد اذر المسلمين كما كنت افعل مع قريش كانت البنات في الجاهليه تدفن حيه ويشعر الرجل بالخزي والعار ويسود وجهه اذا بشر بانثى حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعاليم الدين الاسلامي يرفع شان المراه ويكرمها ويعززها وكان يحب بناته وبنات المسلمين بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الخلق الحبيب المصطفى الصادق الامين وخاتم المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان المشرقون يطوفون بالبيت عرايا وكان هذا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل ابا بكر الصديق اميرا على الحجاج كم اشتاق الى البيت الحرام والطواف مسلما حول الكعبه ابشر يا عمرو ستطوف وتحج الى بيت الله هل امر رسول الله بالحج هذا العام نعم وقد امر ابو بكر الصديق باماره الحجاج الى البيت الحرام يا الله يا الله ما اعظمك ستغفر ذنوبي ولو كانت مثل زبد البحر يا خالد سنولد من جديد صفحه بيضاء جديده يبداها العبد مع ربه ولكن هل لي ان استفسر عن سبب غياب رسول الله عن الحج يا عمر انه نبي الله وكل ما يفعله من عند الله عز وجل لكني على يقين من ان رسول الله يتأذى حينما يرى المشركين يطوفون بالبيت حفاة عراة سبحان الله سبحان الله. الله كيف كنا نفعل ذلك نحن ايضا كيف كنا نعبد صنما يا عمر وشرح الله صدورنا وازال الغشاوة من على اعيننا الحمد لله على نعمة الاسلام الحمد خرج ابو بكر اميرا على الحجاج ومعه عدد كبير من الصحابه وساقوا معهم الهدي اثناء سفر ابي بكر الصديق ومن رسول الله مامورا تحت ابي بكر لكن مهمه التبليغ كانت عليه فتح محمد مكه وانتهت قريش التي كانت تحاربه وظهر عليهم في هذه المده القصيره وجمع الالاف من المسلمين والله انه لنبي مرسل وصلنا عن محمد ودينه الجديد ما لا يحمل سوءا او بغضاء وقد ذاع صيته بين العرب والعجم فلنرسل وفدا منا يرى ان كان فيه انه امامك يا رجل تقدم اليه يا محمد اني اسالك فمشدد عليك في السؤال فهل يسع صدرك لي ولا تغضب ابتسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم برفق وقال له سل ما شئت يا اخي أسألك بربك ورب من قبلك هل أرسلك الله إلى الناس كلهم؟ قال له رسول الله اللهم نعم أنشدك بالله هل الله أمرك أن نصلي صلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم أنشدك بالله هل أمرك الله أن تأخذ من غنيين الصدقات وتقسمها على الفقراء منا تبسم رسول الرحمه وقال له اللهم نعم امنت بما جئت به يا رسول الله وانا ضمام بن ثعلبه اخو بني سعد بن بكر وانا رسول قومي اليك فاني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله نبقى مع السيره العطره لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي منها نستقي العلم ونهتدي بخصال واخلاق اعظم الخلق اجمعين وها هو يعلمنا درسا جديدا في حسن الخلق وقد عاد ضمام الى قومه معلنا اسلامه يا قوم يا قوم بئسة الله إني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه فهل تشهدون بما شهدت؟ أسلم قوم بني سعد جميعهم على يد ضمام بن ثعلبة كيف لنا أن نكفر عن خطايانا؟ ألم تجدي غيري يا أختاه لتسأل مثل هذا السؤال؟ وهل منا من هي أحكم منك عقلا؟ وأنت زوجة شريف من أشراف مكة، وسيدة بنت سيد؟ لا، أنا لا سيد لدي إلا الله، ولا شريف أشرف من رسول الله. عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام كانت الوفود تسعى الى المدينه لتعلن اسلامها ويتعلموا ما شاء الله ان يتعلموه في المدينه قبل رجوعهم إلى بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى الصادق الامين السراج المنير سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كنا قد تحدثنا عن الوفود التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الانحاء معلنه اسلامها وفي نفس التوقيت ظهر مسيلمه الكذاب مدعي النبوه في بني حنيفه فهذا انه لا شحر عجيب بل هي معجزه نعم نعم انها معجزه انها معجزه من معجزات مسيلمه الم يقص جناح طير ثم وصله مره اخرى هلا هلا يا رجال انها مجرد معجزات بسيطه لا ترقى لابهاركم بهذا الشكل ففي جعبه مسيلمه الكثير والكثير يا مسيلمه انا عقدنا العزم على الذهاب في وفد الى محمد واصحابه لنقف على هذا الدين الجديد الذي دخلت فيه معظم القبائل فهلا اتيت معنا فانت اكثرنا علما وخبره بهذه الامور وتستطيع ان تخبرنا ان كان محمد كاذبا ام نبيا من عند الله كما يدعي أه من محمد أه نعم نعم ساكون معكم يا قوم ان ذهبنا جميعا فان ركابنا قد تسرق ساظل هنا احرسها حتى تعودوا كيف هذا يا ابن العم لقد جئت معنا لتخبرنا ان كان محمد كاذبا ام نبيا مرسلا فنتبعه اجعلني بعيدا يا اخي فمن هذه المسافه ياتيني العلم بما تجهلون من امر محمد كما ترى يا مسيلمه كما ترى جاء وفد بني حنيفه من دون مسيلمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحبوا الحديث الى النبي الكريم واستمعوا للقران وعلموا انه رسول من عند الله فاخذوا يبايعونه واحد تلو الاخر نشهد أشهد ان لا اله الا الله, الله. وان, وأن محمدا محمد رسول الله. الله يا رسول الله انا قد تركنا صاحبا لنا ليحرص متاعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه ليس بشركم مكانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عن مسيلمه لكونه يحفظ ركاب اصحابه ليس الا لماذا لم تدخل مع وفدكم الى رسول الله يا رجل ومن يحرس الركاب يا اخي فانا اقيم عليها حتى يرجعوا لكنها فرصه عظيمه يا رجل لتلقى رسول الله أه أه وماذا اقول لاصحابي ان سرقت ركابهم انها امانه يا رجل فهل اخون امانه من امنني صفوان، ماذا ترى في أمر مسيلمة ذلك الرجل في وفد بني حنيفة؟ والله يا أخي، لا أرى فيه خيرا، وأشك إن كان قد جاء إلى رسول الله مسلما. <applause> أنت دائما هكذا يا صفوان، تشك في كل شيء، وفي كل من حولك. الشك الدائم.. من صفات صانعي الأسلحة. لا والله يا عكرمة، ليس لمهنتي ذنب، إنما هو يتحدث عن يوم جاءني وقد أمنني عند رسول الله، أليس كذلك يا ابن وهب؟ <applause> بلى، فكنت تشك أني قادم لقتلك، ولولا أني أتيت إليك بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدقتني. لم يكن شكا يا ابن وهب فقد كان قلبي يرتجف فقد كان كرم رسول الله اكبر من ان يصدق في العفو عني رغم كل ما كان يا قوم يا قوم والله إن محمدا لرسول من عند الله وإني قد أشركت معه في الأمر. ماذا تقول؟ أشركت, أشركت, أشركت معه في الأمر؟ كيف يا مسيلمة؟ كيف ولم تدخل معنا إليه؟ <applause> الهمني الله الا ادخل عليه والا ما اشركت معه في الامر ولا نزل علي الوحي الم يقل لكم حينما ذكرتموني له اني لست بشركم مكانا نعم والله قالها ما كان ذاك الا لما كان يعلم اني قد اشركت معه في الامر كذب مسيلمه على قومه وكان ساحرا يصدقه الناس ويثقون به فاخذ يخبرهم بكلام به سجع يحاول اقناعهم بانه من عند الله ولم يكتف مسيلمه الكذاب بذلك وانما حلل لهم الخمر والزنا ووضع عنهم الصلاه والناس في قومه حديث عهد بالاسلام وهو يشهد مع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالتف حوله بعض من قومه أخبرني يا عكرمة، كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه بخير يا عمرو الحمد لله، لكنني لا أدري لماذا يقلل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من شأن مدعي النبوة أمثال مسيلمة الكذاب؟ لا والله يا عكرمة، فرسول الله يعلم ما لا نعلم. ويخبره الله بكل ما فيه الخير لصالح المسلمين وهو لا يقلل من شان هؤلاء الفجره وانما هناك ما هو اخطر واكبر على الامه الاسلاميه منهم وسياتي وقتهم وسيعاقبون على افعالهم باذن الله. يا رب يا رحيم، يا غفور، اغفر لي ذنوبي التي كانت، فوالله والله إنك ورسولك الكريم لأحب إلي من نفسي، من أهلي وولدي، يا رب ان كنت قد رضيت عني فارح قلبي واصرف عني الهم والغم وابعث لي ببشاره من عندك يا رب يا غفور يا رحيم ابشري يا بنت عتبه فقد امرنا رسول الله ان نتجهز لحج بيت الله الحرام مامومين خلفه يا الله هل سنذهب مع رسول الله للحج هذا العام نعم يا هند وقد بلغ المسلمين بذلك وسوف تاتي الوفود من كل مكان الى المدينه ليخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله انها البشاره انها البشاره على يد حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرتاح قلبي ويهدا بالي يا الله انه يوم الغفران يا هند والحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى الذي يوحى اليه معلمنا وهادينا الى طريق الايمان سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نحن في السنه العاشره للهجره وهي السنه قبل الاخيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اقترب الاجل وكان لا بد من اكمال الركن الخامس من اركان الاسلام نعم يا امام حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا ولم يكن رسول الله قد حج من المدينه غير حجته هذه التي كانت في السنه العاشره للهجره والتي سميت بحجه الوداع لانه ودع فيها المسلمين ولم يحج بعدها وقد سميت ايضا بحجه البلاغ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الناس شريعه الحج ووضحه وشرحه قولا وفعلا تجهز المسلمون للحج مع رسول الله في اواخر شهر ذي القعده وصلى رسول الله الظهر في المدينه اربع ركعات قبل التحرك ولم يكن رسول الله قد حج من المدينه غير حجته هذه التي كانت في السنه العاشره للهجره والتي سميت بحجه الوداع اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه اربعه ايام ثم ضحى والمسلمون بعده وتوجه الى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم اتى رسول الله بطن الوادي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين وكان العدد كبيرا جدا فكان العباس وربيعه بن اميه بن خلف يرددون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوتهم الجهوري حتى يسمع جميع الحجاج وقال صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا ان كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي هاتين موضوع ودماء الجاهليه موضوعه وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد، فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله واني قد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت نشهد, نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد يا حبيبي يا رسول الله يشهد الله على انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه قال العباس يا رسول الله رايت في منامي ما وددت ان اعرف تفسيرا له طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقص عليه رؤياه يقول العباس رايت في المنام ان الارض تنزع بحبال شديده وقويه الى السماء نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتسم وقال ذاك وفاه ابن اخيك قال العباس فداك ابي وامي واهلي واولادي يا رسول الله ثم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ازواجه وتظهر عليه اعراض الشكوى من مرضه الذي قبض فيه. اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انهم وضعوا على راسه سبعا من قرب المياه وبين كل واحدة وأخرى كان يغشى عليه وهو يحاول أن يقوم ليصلي بالمسلمين فلا يستطيع. فامر ابا بكر بالصلاه اماما للمسلمين وياتي يوم الاثنين اثقل الايام في ذاكره الامه على الامه يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم يوم انتقل مختارا الى الرفيق الاعلى فبينما المسلمون في صلاه الفجر من يوم الاثنين وابو بكر يصلي بهم لم يفجاهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجره عائشه رضي الله عنها ونظر اليهم وهم في صفوف الصلاه فتبسم صلى الله عليه وسلم وارخى الستر فكانت آخر ابتسامة يراها المسلمون منه صلى الله عليه وسلم وكان آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة هون عليك يا عمر سيكون رسول الله بخير بإذن الله ألم يخطب في الناس اليوم؟ بلى بلى يا أم عبد الله اتعرفين ماذا قال قال ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله وماذا يعني هذا ومن هذا العبد علمت من هو عندما بكى ابو بكر واشتد بكاؤه فتعجب الجميع وتساءلوا من يكون ذلك العبد الذي بكى عليه ابو بكر واشتد بكاؤه اتقصد نعم نعم يا ام عبد الله ان هذا العبد الذي خيره ربه بين كنوز الارض ثم الجنه بعد ذلك وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه هو رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، <تصفيق> <تصفيق> لقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا كما جاء إليها، لم يترك مالا ولا دينارا ولا درهما، لم يترك بنين ولا بنات إلا فاطمة الزهراء رضي الله عنها التي أسر لها أنها أول أهل بيته لحوقا به. مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير طعاما لأهله، مما يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عن طلب المال وانما ترك بعده صلى الله عليه وسلم هدايه وايمانا وشريعه عامه خالده وميراثا عظيما وامه هي خير الامم واوسطها وهو صلى الله عليه وسلم اسوتنا وقدوتنا فلم يعط للدنيا ادنى عنايه في الجمع والبقاء بعدها وانما خلف العلم النافع والنهج السديد في الدعوه الى الله فكم لك يا اخي من هذا النصيب يوم تلقى ربك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسند النبي صلى الله عليه وسلم راسه الى زوجته عائشه واخذت سكرات الموت تتغشاه وكان بين يديه اناء فيه ماء يدخل يده في الماء فيمسح به وجهه ويقول لا اله الا الله ان للموت سكرات اللهم اعني على سكرات الموت وقد بدا مرض النبي بصداع حاد وعلم بقلق الصحابه عليه صلى الله عليه وسلم فامر نساءه أن يُهرقن عليه الماء، وأمر الفضل بن العباس أن يأخذ بيده الشريفة حتى يدخل المسجد، وجلس على المنبر، وقال: «أيها الناس، استوصوا بالأنصار خيرًا، وأحسنوا إلى محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم»، تقول السيده عائشه فسقطت يد النبي وثقلت راسه على صدري فعرفت انه قد مات فلم ادر ما افعل فما كان مني غير ان خرجت من حجرتي وفتحت بابي الذي يطل على الرجال في المسجد واقول مات رسول الله مات رسول الله تقول السيده عائشه فانفجر المسجد بالبكاء فهذا علي بن ابي طالب اقعد فلم يقدر ان يتحرك حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم من هنا بدات السيره النبويه الشريفه من مكه هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ويمتد نسبه الشريف الى سيدنا اسماعيل ابن سيدنا الخليل ابراهيم عليهم صلوات الله وسلامه جميعا، وبينما كان عبد المطلب جد النبي صلوات ربي وسلامه عليه نائما، رأى رؤيا عظيمه وما كانت لتجيء إلا لرجل سيكون له ولحفيده شأن عظيم. ماذا تفعل يا سيد قريش ومن امرك بحفر هذه البئر هي رؤيا صدق وحق ولكنك لست وحدك من تملك هذه الارض كي تحفرها وتتصرف فيها كيف تشاء انا لا افعل ذلك من تلقاء نفسي انما هي اوامر رب البيت الماء الماء لقد خرج الماء وعادت بير هاجر واسماعيل عليه السلام ساذبح احدهم نعم يا معشر قريش اذ رزقني الله عشره ابناء ساذبح احدهم على عبد الله. على عبد الله. <applause> سيكون هو الذبيح عبد الله هو الذبيح الله 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 يقولون إن عرافة الحجاز أوصت بفداء لعبد الله بعد ضرب القداح بسهم لعبد الله وسهم للإبل هذا سهم الإبل والفداء لقد نجاك الله يا عبد الله مدحت رسول الله ابغي بمدحه افور حظوظي من كريم المارب يا معشر قريش مات عبد الله مات ابن عبد المطلب اتيت لاهدم بيتكم البيت الحرام كما تسمونه وتقول اريد ابلي نعم اريد ابلي فانا رب الابل والبيت للبيت رب يحميه فلما وجهوا الفيل الى مكه قام الى جنب الفيل ثم اخذ باذنه فقال ابرك محمود وارجع راشدا من حيث اتيت فانك في بلد الله الحرام وترك اذنه فبرك الفيل وكانوا كلما وجهوه الى الجنوب او الشمال يقوم ويهرول مع كل طائر ثلاثه احجار حجر في منقاره وحجران في رجليه للبيت رب يحميه حمدا وشكرا لك يا رب البيت الحرام ولد له علامه سيولد في تهامه سيكون له الملك الى يوم القيامه سيكون نبي هذه الامه سيموت بعد حين ابوه ويكفله جده وعمه وما شاني به انه من صلبك يا عبد المطلب بعد خمسين او خمسه وخمسين يوما من واقعه الفيل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص عليه ولقد سميته محمدا ليكون محمودا في الارض وفي السماء تقول سيدتي امنه انها رات نورا خرج منها وصل الى قصور بسرى من ارض الشام يا له من ولد مبارك يا ويلتي ويا له من ذنب ساعود لهذا اليتيم لعل البركه فيه ما هذا الخير ما هذه البركه لقد اخذنا نسمه مباركه والله إني لا أرجو ذلك. سيدكم من بعدي هو أبو طالب، وهو الذي سيكفل محمد. احذروا عليه من قومه، فإن آذوه فانصروه. فاطمة يا زوجتي، أنا لا أدري ما الذي يفعله محمد ابن أخي. انه صبي كالرجال صبور وقور عطوف رحيم مهذب جميل الطباع يا ابا طالب يا فاطمه انا لا ادري ما الذي يحمله على ان يرعى الغنم ما صله القرابه بينك وبين هذا الغلام انه ابني ما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حيا فانه ابن اخي فما فعل ابوه مات وامه حبلى به صدقت فارجع بابن اخيك الى بلده واحذر عليه من اليهود فوالله لئن راوه عرفوا منه ما عرفت لن يسلم من شرهم فانه سيكون لابن اخيك شان عظيم ردوا علي الغلام فوالله لا يكونن له شان وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لا يجاري قومه فيما يفعلونه فكان لا يشرب الخمر ولا يأكل مما ذبح على النصب ولا يحضر احتفالات لعبادة الأوثان وورقة هذا ابن عم السيدة خديجة زوج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وكان نصرانيا وكان قد تتبع الكتب وعلم منها بقدوم نبي لاخر الزمان فلما حكت له خديجه عما قاله لها ميسره قال لها انه نبي اخر الزمان قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وإنه لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت والله يا محمد لتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه ولئن إن انا ادركت ذلك اليوم لانصرن الله نصرا يعلمه وبدا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا يا ابن اخي اني معك أمنعك من قومك إن كذبوك وأؤيدك وأنصرك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأسلم بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن الرسول وأسلم من الفتيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أرأيت يا زيد أبو بكر التاجر ذو الخلق يدعو من وثق به من قومه إلى الإسلام يا أبا طالب جئناك بعمارة ابن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله فخذه لك ابنا وأسلم إلينا محمدا أسلم إلينا من خالف دينك ودين آبائك ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكى ابو طالب وقال يا محمد اقبل اقبل يا ابن اخي اذهب يا ابن اخي فقل ما احببت فوالله لا اسلمك لهم ابدا واستمر التعذيب والتنكيل بعباد الله المؤمنين قل ان اللات الهك من دون الله. وكان آل ياسر من المستضعفين، فكان المشركون ينزلون بهم العذاب الشديد بلا شفقة ليرجعوا عن دينهم فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهذا بلال يضعون فوقه الصخرة العظيمة أحد الأحد أكفر بمحمد نعطك ونلبسك الحرير والذهب آه أحد أحد آه. <applause> رأيتم رأيتم ماذا فعلت بمحمد نعم لقد أهنته يا أبا الحكم أي. دعوا حمزه فاني قد سببت ابن اخيه سبا قبيحا لقد جاء عمرو بن العاص لياخذنا ولو رجعنا الى مكه لن نرى خيرا قط يا مولاي انهم يقولون في عيسى ابن مريم ما قولا عظيما فقال جعفر بن ابي طالب هو عبد الله ورسوله وروحه القاها الى مريم العذراء البتول فاخذ النجاشي عودا من الارض وخط خطا عليها وقال ما عدا عيسى ما قلت فامن المسلمين على انفسهم ورد الى رسولي قريش الهدايا فخرجا من عنده مخذولين اهلا اهلا ومرحبا بابن اختي ما الذي جاء بك فقال عمر جئت لاخبرك اني قد امنت بالله وبرسوله محمد فذهبوا اليه وقالوا يا محمد شق لنا القمر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يشق لهم القمر فاستجاب الله لدعاء نبيه وشق له القمر ما هذا سحرنا محمد سحرنا محمد سحرنا محمد لن نؤمن بك يا محمد مهما جرى على يديك من معجزات ماذا تقول يا ابا بكر في صاحبك يزعم انه جاء هذه الليله بيت المقدس وصلى ورجع الى مكه فقال لهم ابو بكر وانكم تكذبون عليه وها هو يحدث الناس في المسجد قال ابو بكر والله لئن كان قاله لقد صدق فما يعجبكم من ذلك فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه مكافاة ضخمة قدرها مئة ناقة لمن يأتينا بمحمد وأبي بكر حيين أو ميتين انظروا إلى هذا الغار ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما لا اعتقد ان محمدا هنا ولا انا فلنبحث عنهما في مكان اخر بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الخلق الحبيب المصطفى على العالمين سيدنا محمد ابن عبد الله ومع نهايه هذا الجزء نتذكر ما جاء في السيره العطره ارى انه قد حان الوقت لاستكمال ما قد بداناه من سرد لسيره الحبيب المصطفى ها قد عدنا مره اخرى لنستكمل السيره العطره لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اعنا على روايه سيره سيد الخلق صلى الله عليه وسلم خرج سفراء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى ملوك وامراء العالم برسائل الدعوه السلام على من اتبع الهدى السلام والله ما هذا بكلام ملك واني لا ارى الرجل نبيا كما يقولون من انت رسول وماذا معك معي رساله من عند رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يا قوم لقد علا شان محمد واصبح ملوك بني الاصفر يخافونه في سلطانهم قتلوا الحارث بن عمير يا رسول الله حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر الرجل ان ينادي في الناس الصلاه جامعه اردت ان استزيد من الخير فاصلي الجمعه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحق بالجيش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله يا ابن رواحة لغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها تجرى محمد وأرسل جيشا لحربنا وإن ظهر علينا سيصبح الطريق مفتوحا إلى الروم وأنتم أقوى جيوش العالم لا تقلق أيها الملك العظيم فأنتم خلفاؤنا وسنسحقهم سحقا فقد جئت إليك بمئة ألف مقاتل يا قوم ليس الذي تكرهون إلا الذي تطلبون إنها الشهادة في سبيل الله فانطلقوا فإنها إحدى الحسنيين إما النصر او الشهاده في سبيل الله اما انتم فاضربوا بخيولكم في الرمال حتى يعلو الغبار ويعلو فكلما علا غباركم كلما ظنوا ان المدد كبير سيدي القائد العظيم ان المدد لا ينتهي سوف يقضون علينا اذا استمر هذا المدد ولكن ما كنت اتصور ان تخون محمدا وتنافقه ساذهب بنفسي ارقب وصول محمد فان جاء مع اصحابه اعددنا العده للهلاك لا للحرب ما رايت نارا مثل هذه قط ولا رايت جنودا بمثل هذا العدد يا ابا سفيان هذه والله خزاعه قد حشدت للحرب من جديد يا بديل، خزاعة أقل من أن تكون هذه نيرانها، إنما هي نيران جيش محمد، جاء ليدخل مكة عنوة، فمن دخل داري فهو آمن، قاتلك الله، وما تغني عنا دارك، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وهنا تتجلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نجده في أثناء الطواف وقد وجد ثلاثمائة وستين صنما فجعل يطعنها بقوس في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فما يكاد يطعن الواحد منها حتى تسقط على وجوهها او تنقلب على ظهورها حتى سقطت جميع الاصنام اليوم يوم بر ووفاء ومن يفعل هذا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر ويكرم ويسامح يا بلال رسول الله يطلب ان تعتلي الكعبه وتؤذن السمع والطاعه لرسول الله ذهب علي بن ابي طالب لتنفيذ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام النبي الكريم ورفع يديه الى السماء يتبرا من فعله خالد حيث قال اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد بن الوليد حبيبي يا رسول الله يدفع الاذى حتى عن اعدائه ويرسل اليهم يسترضيهم وهو بذلك يعلمنا كيف تكون الرحمه وكيف يرد المخطئ وان كان خالد بن الوليد وكيف يعوض المظلوم وان لم يكن مسلما صلى الله عليه وسلم الى ما تدعو يا محمد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوك الى ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتفعل وتفعل حتى عدد له رسول الله خصال الاسلام والله ما دعوت الا للحق يا رسول الله قد اجرت رجلين ممن اذوك فهل تؤمنهم يقبل النبي اجاره ام هانئ ويقول لها صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ وان كان دخلها كما يقولون مسالما ودخلت قريش الاسلام فهو قوه اكبر واعظم لا تقلق يا شيخنا سنعد جيشا لا قبل لمحمد به ونسحقه ونسيطر على مكه وما حولها من قرى <applause> يا قوم يا قوم إنه يوم محمد وقد ظهروا علينا هيا نتحصن بالطائف هيا أبشر يا عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحطيم الصنم سواع صنم بني هذيل والله إن لم نحشد قواتنا لمحاربته ورد هيبتنا لتجرا علينا كل من صغر شانه فلتبدا في حشد قواتك اذن الشمس في كبد السماء حارقه والحر شديد يصاب الجيش بالجوع والعطش الشديد الذي اجهدهم حتى اوراق الاشجار ياكلونها ان وجدت من شده الجوع والعطش بدا يشق الرقاب سيدي القيصر اعداد كبيره يا مولاي عظيم الروم لا قبل لنا بهم اذا نرسل له رسولا من عندنا بالمصالحه وعدم القتال ونحقن دماءنا السلام عليك يا رسول الله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد عليه السلام يا رب ارحم زوجي فقد بدأ يذهب بصره من شدة البكاء اللهم اغفر له فإنه من المستغفرين يا هذا يا هذا من أنت أيها الغريب وماذا تريد؟ ألست كعب بن مالك انا من تريد معي رساله لك من ملك غسان اما بعد فانه قد بلغني ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه لحقك فالحق بنا نواسيك هذا ايضا من البلاء السلام عليك يا رسول الله. رد رسول الله عليه السلام، فتأكد كعب من صحة البشرى، وفرح فرحا عظيما. وقال له رسول الله: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك يا كعب. عطر وطعام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشمس الحارقه والريح العاتيه والحر الشديد وابو خيثمه في ظل بارد وطعام مهيا وامراه حسناء وفي ماله مقيم والله ما هذا بانصاف يا رسول الله هو والله ابو ذر الغفاري ابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده حبيبي يا رسول الله جئت بنفسك تعود من عاداك والله ما يفعلها غيرك يا نبي الله فتح محمد مكه وانتهت قريش التي كانت تحاربه وظهر عليهم في هذه المدة القصيرة وجمع الآلاف من المسلمين. والله إنه لنبي مرسل. وصلنا عن محمد ودينه الجديد ما لا يحمل سوءا أو بغضاء. وقد ذاع صيته بين العرب والعجم. لقد وصلنا إلى هذه المسيرة المباركة. وإذا انتهت المسيرة فالسيره لا تنتهي فهي معطاءه الى يوم القيامه لان صاحبها صاحب جوامع الكلم وهو الاسوه الحسنه ان انتقل الى الرفيق الاعلى بجسمه فهو باق معنا بروحه وسيرته لذلك لا ينقطع المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط لانه بينهم بسيرته بسنته بانفاسه واقرب هذه الانفاس كتاب الله عز وجل الذي جاء به فهو النور الذي جاء الينا بالنور من ربنا النور وحق لنا في اخر هذه السيره ان نتمثل تلك الابيات ونحن نستعرض هذه المشاهد كلها والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت في نفسي بين وسواسي وما تنفست محزونا ولا فرحا الا وذكرك مقرون بانفاسي ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاسي ولا هممت بشرب الماء من ظما الا رايت خيالا منك في الكاس ولو قدرت على الاتيان جئتكم سعيا على الوجه او مشيا على الراس صلى الله عليه وسلم